طيب اتكلموا، دي الفقرة اللي احنا بننزل فيها كاميرا مساء القاهرة وميكروفون مساء القاهرة في احد شوارع جمهورية مصر العربية، وبنسيب الناس بحرية تامة يتكلموا ويفضفضوا ويقولوا اللي في قلبهم. تعالوا نشوف الناس النهاردة قالت ايه. ما تبعدش عني ولا ثانية، احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدك من ايدي. بسم الله، السلام عليكم كل المصريين حبايبي واهلي وعشيرتي زي ما بيقولوا. الحمد لله كله حلو، بس يعني الحياة غالية، غالية بقت مولعة. سندوتش الفول او الطعمية اللي بناها كنا بنجيبه بجنيه، لا مؤاخذة ب3 جنيه، شباب بطاطس ب5 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنواسي اخواتنا ضحايا الطيارة المصرية، وبنواسي كل المصريين، وبنواسي العالم كله في الطيارة المنكوبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله بإذن الله مصر هتفضل قد الدنيا. احنا والله عاوزين نتمنى من مصر كده يكون جميلة، وتبصوا للجماعة الفقراء، وبصوا للجماعه الطبقه التعبانه دي، عشان هي اللي شايله البلد. وهي لو ده حصل حرب ولا حصل حاجه، احنا اللي هنروح، احنا اللي هنقف رجاله وهنحمي بلدنا. انا لما بروح السوق اشتري اي حاجه بلاقي الاسعار غاليه قوي، بلاقيها زادت عن يعني كنت اول امبارح كانت بسعر والنهارده بسعر، يعني الحاجه غاليه قوي قوي قوي. فعايزين بس حد يسمعنا ويرخص لنا بس كل حاجه، مش يعني حرام، يعني احنا مش بنعيش يعني، ورمضان داخل علينا. انا معايا 3 عيال مش عارفه اعيش، جوزي بيشتغل وانا بشتغل ومش عارفين نعيش، ناخد المرتب ندفع ايجار ولا ندفع اكل وشرب ولا ميه ولا نور. السلام عليكم. والله انا سواق اصلا في شركه برمجيات، وكانت مشكلتي الاساسيه اللي هو كان مع السكرتيره. مشكلتي كانت مع السكرتيرة، كنت بتصل بالشغل والكلام ده كله، قالت لا انت ما كنتش بتتصل، لا، وطلعت لها الرقم التليفون وبينت لصاحب الشغل، برضك مش على كلامها اللي انا خطأ سليم. فمن هنا لهنا وضحنا الصورة من على طريق التليفون، وهو قال لي انا مراتي زوجتي انا حامل في توأم، قال لي انا هخليك في الشغل عشان خاطر التوأم سليم لحد حملها والكلام ده كله. قلت له لو الرزق على التوأم لا. هنتكلم عن غلاء الاسعار والادويه اللي بتنقص وبتظهر مره واحده، يعني بتغلى 100%. ده يعني نعمل ايه طيب؟ والناس اللي بتشتغل بمرتب اقل من 1000 جنيه وفاتحه بيوت، يعني انا واحد زيي متغرب جاي من الصعيد واخد شقه ايجار ب 500 جنيه، مرتبي 930 جنيه، اروح فين واجي منين؟ اكل منين واشرب منين وادفع ايجار منين؟ بكيت دمعا حتى بللت به السرى، مسحت باطراف البنان مدامي، قالت معاذ الله ذلك ما جرى. انا بالنسبه عايز اتكلم بالنسبه لطوال البلد والمعيشه والحياه الصعبه والحياه الغاليه، فكتر خير الدنيا عند واحد هيقول ايه بس اكتر من كده. فربنا يصلح حال بلدنا من كل حاجه، من الغلو اللي احنا عايشينه، ويصلح حال ولادنا يا رب. احنا سوريين بقالنا 3 سنين عند اخواتنا المصريين هنا، وناس طيبين اخواتنا المصريين، الله يصلح حال الدول العربيه ويصلح مصر، واذا صلحت مصر حتنصلح الدول العربيه ان شاء الله. هنتكلم عن الشماريخ والالتراس والكلام ده. والله هم مجموعه بيعملوا كل حاجه للنادي بتاعهم، بس هو موضوع اوفر شويه. الشماريخ يعني انت تولع شمروخ، تولع حد، ترميه على المدرج بتسخن تخسر ناديك، ما بتكسبوش. باذن الله الزمالك ياخد الدوري. نفسي الزمالك تكسب. مساء القاهره، انا عايز اقول للشعب المصري كله، وعايز اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يديك الصحه ويبارك لنا فيك، وخد بالك من الشعب المصري، واحنا وراك مش هنسيبك، مكملين معاك علشان كلنا ننهض بمصر. وزي ما وعدت المصريين اللي انت هتخلي مصر احسن بلد في الدنيا، احنا مكملين وراك.